المواصلة اللي أذن به فخامة رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد يوم 9 أكتوبر إثر الاجتماع المضيق الوزاري لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، اليوم دفعة جديدة من المساعدات تمثل في آليات طبية، في أدوية مضادات حيوية، أدوية تخدير، كذلك أغطية، مولدات كهربائية. والدفعة الجديدة إن شاء الله تتواصل مع دفعات أخرى تعبر عن وقوف الشعب التونسي والحكومة والقيادة ورئيس الجمهورية التونسية، وقوف لا مشروط مع القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. وهذه مناسبة باش نشكروا كافة أفراد الشعب التونسي والتونسيين بالخارج اللي ساهموا ووقفوا وقفة قوية وكبيرة لتقديم المساعدات العينية والنقدية اللي إن شاء الله تتقدم للشعب الفلسطيني في أفضل الظروف. وشكرا. تنطلق اليوم طائرة أخرى محملة بما يفوق 13 طن من المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في فلسطين في غزة بإذن من سيادة رئيس الجمهورية الذي كان أذن أيضا بمساعدات قبل هذه المساعدة هذه، والذي أذن بمواصلة الحملة التضامنية للشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني الشقيق. هذه الطائرة محملة بمساعدات مختلفة تراعي الحاجيات الحالية للأشقاء في غزة حسب تقديرات وما عبر عنه الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية. تحتوي على مواد غذائية على سبيل المثال ما يفوق 10,000 وجبة غذائية جاهزة نظرا لصعوبة تحضير الطعام عندهم، كذلك مساعدات تعد بالأطنان من الأدوية بجميع أصنافها وذات الأولوية، كذلك عدة مساعدات منها المولدات الكهربائية، منها المستلزمات الطبية المختلفة والتي تساعد خاصة الأخوة الذين ربما يتعرضون إلى صعوبات الآن في الحركة. كذلك هذه الهبة الشعبية اللامسبوقة التي وحدت الشعب التونسي حول هذا الهدف الإنساني ستتواصل بإذن من سيادة رئيس الجمهورية، ونحن ندعو الشعب التونسي ليواصل هذا المجهود الذي أثبت أن كل مكونات الشعب التونسي سخية وسخية جدا ودائما تقف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين وإلى جانب كل من تعرض إلى الاعتداء على القانون الدولي الإنساني وعلى حقوقه الإنسانية.